طيب هنروح دلوقتي لهنا أبو القاسم مرة أخرى، وصلت نيم باستاد القاهرة ومعاها أكيد لقاء هام جدا مع اللاعب لوكا. اتفضلي هنا. من جديد برحب بيك يا مريم وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، ولسه مستمرين معاك وطبعا مع لقاءاتنا ومعي بقى في هذه اللحظات رجل مباراة النهاردة طبعا حارس مرمى منتخب رومانيا بودوفي دراجوش. First of all, congratulations for the win today and of course for the best player in the match. Thank you. I'm very happy that we won this match. It was a beautiful match with much emotion until the last minute and I'm happy that we won like a team. يعني طبعا يا مريم انا كنت ببارك له على الفوز في مباراه النهارده، الحقيقه ان هو قال لي انه كان ماتش رائع، الحقيقه انه كان الفوز تحقق في الدقائق الاخيره من المباراه وانه كان ماتش جيد جدا، واكيد هو سعيد ايضا بحصوله على الجائزه. I want you to talk more about today's match. As you said, it was very emotional. It was a tough game, but you managed at the end to win the game. Yeah, it was a match with much shots on the goal. I have to be careful at every moment. I try to do my best and my teammates do the best, and I think we won like a team and this is everything. يعني طبعا يا مريم انا قلت له ان زي ما هو قال المباراه كانت صعبه، فزي قدرتوا ان انتوا تحسموا المباراه لصالحكم؟ الحقيقه ان هو قال لي انه بالفعل المباراه كانت صعبه جدا، لكن طبعا بالتركيز وان هو قدر يحاول طبعا يحمي المرمى لاخر ثانيه بجانب كل زملائه، وقدر يقول ان الفوز بسبب طبعا التيم، يعني طبعا جميع لاعبي الفريق. I know this is the second time for you to visit Egypt, so I want to know if you visit any other sites in Egypt. Yeah, I visit the pyramids of Giza. It was amazing. I like the way they, how they build the pyramids. It's beautiful. It's. Have you tried any kind of food? Yeah, but I don't know how it's called. But I like it. I like the Egyptian food. It's very good. يعني أنا كنت بقول له إن هو لتاني مرة متواجد في مصر، سألته لو كان زار أي مناطق سياحية داخل مصر، الحقيقة إن هو قال لي إنه زار الأهرامات، وقال لي كمان إن هي كانت رائعة، والحقيقة إن هو انبهر زي ما قال بإزاي كانت مبنية، وكمان سألته على لو كان جرب أي من طعام المصري، قال لي إن هو جرب بس طبعًا مش فاكر اسم الأكلات، لكن عجبه جدًا الأكل المصري. At the end, I want to thank you so much and I want to congratulate you once again for having the best player. Thank you very much. Have a nice day. يعني طبعا ده كان لقائي مع حارس مرمى منتخب رومانيا طبعا اللاعب بودوفي دراجوش، اكيد لسه مستمرين معاكم مع لقاءاتنا، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو.